ربنا موجود. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم 25 من شهر أمشير المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 65 ميلادية، استشهد القديسون فليمون وزوجته أبفية وابنهما أرخبوس. آمنوا بالسيد المسيح على يد القديس بولس الرسول، واشتركوا معه في الخدمة التبشيرية. أقامه الآباء الرسل أسقفا على كولوسي، وبعد أن خدم شعبه ببر وطهارة، قبض عليه الوثنيون هو وأسرته، وجلدوهم ووضعوهم في حفرة ورجموهم، فسلموا أرواحهم بيد المسيح ونالوا أكاليل الاستشهاد. بركة صلواتهم فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهد القديس قونا بمدينة روما، بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا استشهد القديس مينا بمدينة قوس، بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تنيح القديس أبو فانا في أيام الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير، كان قد ترهب ثم سكن في مغارة في الصحراء الغربية، ومن كثرة النسك لصق جلده بعظمه، وما زال يوجد دير باسمه غربي مدينة ملوي. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين.